الخشاف يلا بينا نعمل أوه. خشاف ايه رايك؟ طب فين البوله كده نحط أوه. الخشاف كده نظبطها. عايزك تعمل شويه خشاف حلوين كده عشان يبقى رجاي حصريا عمل خشاف بالعسل. مكونات الخشاف على الشاشه بعد اذن حضراتكم. مهم جدا، قليل من اليميش. أيوة. قليل من التين، قليل من الاراسيا. والمتاح يا جماعه، يعني مثلا لو احنا ما فيش عندنا المكونات دي كلها، ممكن البلح اللي هو الخشاف المجفف ممكن يفي بالغرض، يعني يعني مش شرط ان احنا ايه يبقى يعني الحاجات، يعني الحاجات اللي موجوده دلوقتي يعني. طبعا طبعا. خلاص تمام، احنا بنحط الكميه. تمام، انا بحب العسل على حاجه. العسل على الخشاف تحب؟ طبعا. والبعض يحب سكر طبعا. بصوا بقى يا جماعه العسل كده، انا بحب العسل كتير الصراحه. الله عليك، تسلم ايدك. دايما الخشاف في تركاية كده بعد اذن حضراتكم مهمه جدا. احنا الخشاف عايزه يبقى طري وانا وقت الاذان. في طريقتين، يا اما انقعه من بالليل واحطه في الثلاجه، الطريقه المستعجله والطريقه اللي انا اتحطيت في موقف وعايز اعمله، تحط ميه دافيه. احنا طبعا محضرينه ومجهزينه، بنحط ميه ساعه كده عشان على طول الاذان ياذن يبقى جاهز. تمام، هنقلبه دلوقتي ونغرفه في الكوبايات، وتهدي منهم واحده لرودي وواحد لرامز. يلا بينا. اتفضل. برضه انا عايز اقول لكم، ما فيش يعني موضوع تقليبه الخشاف دي برضه مهمه، مش اي حد يقلب الخشاف. مش اي حبيبي يا رامز. الخشاف اللي بيغرفه دلوقتي المبدع المتالق، ضيفي وضيف حضراتكم، ومش غريب عليكم، هو مش ضيف ده صاحب مكان. الله يكرمك. الاستاذ رجائي رمزي، ورب تكونوا استمتعتوا. ممكن يكون دمنا خفيف، دمنا تقيل، دي حاجه بقى حضراتكم حكم تحكموا عليها، ولكن احنا في الاول وفي الاخر كل فريق العمل اللي بوجه له تحيه كبيره، عايزين نقدم محتوى جميل لحضراتكم متغير، والتغيير يعني حاجه لطيفه. هنعمل اكل وحاجه حلوه، وانتظروا بكره مننا ان شاء الله يوم الجمعه، وكل جمعه من الشهر الكريم هنعمل عزومه رمضانيه، عزومه الله. عائليه الله. نعمل اللي نفسنا فيه، اليوم المفتوح بقى هنعمل، نعزم اهالينا، قرايبنا، حماتي، مامتي، اخواتي، حبايبي في اصحابي، ده كله. شكرا لحضراتكم، وكل عام وحضراتكم بخير، وبشكرك يا عم رجائي. ده انا اللي بشكرك بجد. شكرا. وانا اتشرفت واتنورت ان انا كنت مع الحلقه في الحلقه معاك النهارده يا شفنا. شكرا. بجد انت حد مبدع، ونفسك وفي الاكل حلو جدا، وريحك حلو. اشكرك. والله اشكرك، حاجه من عند ربنا. الله يكرمك. الحمد لله رب العالمين. اشكرك. كل سنه وانت طيب، ورمضان كريم عليك وعلى كل حبايبك يا رب. امين يا رب العالمين. شكرا. مطبخنا على شاشة القناة الأولى يوميا في الشهر الكريم، رؤية، إبداع، فن. منين يا عم الشيف؟ قول لي أنت منين؟ من مزبيرو طبعا، من القناة الأولى المصرية. القناة الأولى المصرية.